يا كابتن سيف أؤمر. معلش بعد إذنك يعني أقول للمدام كلمة أخيرة. أخيرة بكرة بإذن الله زي دلوقتي ده بالكتير هتعرفي إنك أنت ارتكبتي أكبر غلطة في حياتك وهتندمي ندم عمرك. إذا كنت فاكرة إن حياتك معايا مع عابد تيمور عابد بيه تيمور كانت هي المعاناة تبقى غلطة، لأن المعاناة الحقيقية هتبتدي من دلوقتي. أي حاجة هتحصل في حياتي أهون وأرحم من عيشتي معاك. قلت البقين وسمعت الرد. هما بقى دول البقين اللي خلوك مفكر نفسك حملاجي وجامد. وده لهيلك واسحب من هنا. وأعلى مفخرك اركبه. بس اسمع، المرة الجاية الضرب مش هيبقى في الشغل. الضرب هيبقى في المليان. أوه سكاري. اوكي. انجوي جايز. هاف فن. 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 مبسوطة بس خايفة. خايفة منه؟ احنا لازم ناخد بالنا بس ما تخافيش. ها؟ ما تخافيش بقى. يلا. انزل يا خديوي، انزل انت كمان. يلا. ايه خير يا باشا؟ في ايه؟ خير ان شاء الله. اتفضل يا طارق يا باشا، فتش العربيه. علي يا باشا فهمني، يا محمود بيه ما ينفعش الكلام ده. يا محمود بيه، يا محمود بيه فهمني. شنطتك دي يا استاذه؟ اه شوفها. انت فهمني. طيب يا محمود بيه هتفهم دلوقتي. في ايه يا خديوي؟ في ايه؟ محمود بيه ما ينفعش كده. محمود بيه؟ محمود بيه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا خديوي؟ نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.